السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله هنستكمل الدرس اللي كنا اتكلمنا فيه في المحاضرة اللي فاتت، وهو عن اصطياد اتنين من السترينج اللي لما كانوا واقعين جنب بعض، أو اصطاد سترينج إيه واقع جنب سترينج تاني في البير. خد بالك، زي ما قلنا أهو، قلنا إن البير ده إحنا بنشوف فيه آيات الله سبحانه وتعالى، فبنقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. صدق الله العظيم. يعني نقول ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كنا احنا كدنا في البير ده ان احنا ننسى البير ونسيبه ونعمله بي اند ايه، يعني نرمي فيه اسمنت، بلاك اسمنت ونرميه، لا قدرنا نستعيد البير، عملنا فيه ستيميوليشن وجبنا الانتاج تاني عالي، والحمد لله نجحنا ان احنا نستعيد البير مره تانيه. فلله الحمد جميعا. طيب هنكمل النهارده بقى من اخر حاجه وقفنا عندها المره اللي فاتت، وارجع راجع المحاضره. المحاضره اللي فاتت كانت طويله شويه، كانت حوالي ساعه، ولكن الموضوع محتاج تركيز شديد عشان تبقى عارف انت بتعمل ايه. محتاج تركيز شديد جدا وتركز كويس قوي في كل كلمه وتحسب بالقلم والورقه. طيب كنا وقفنا المره اللي فاتت عند الرن ال 15 لما نزلنا ولقينا في علامات موجودة على ال 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 على اسمها دي على الاوفر شوت، قلنا ان في جانك مغطي التوب فيش، خلاص. فقلنا ساعتها احنا هننزل بروتري شو، واخد بالك، ونعمل ميلنج للدريس، ونعمل ميلنج وننضف ونعمل دريس للتوب فيش بتاعنا، وبعد كده ننزل نصطادها العادي بتاعنا يعني. لكن النتائج اللي طلعت معانا ايه؟ لقينا حضرتك معانا ان انت في سيفير وورن اوت في الروتري شو، ولقينا بعدها ان في ماركس انسايد، في ماركس في الانسايد والاوت سايد دايمتر، وفي انسايد الدايمتر بتاع الوش بايب اكستنشن فيها علامات ان في اثنين سترينج مبلوعين جنب بعض، انسايد ذا وش بايب وذ توب فيش 3.5 بادي. خلاص، وادي الصوره اهي، ادي الورن اوت اهو، وده الصور اللي قلنا عليها بتدلك على ان انت حضرتك ايه، في ماسورتين واقعين جنب بعض دلوقتي وعند نفس الدبس. فقلنا كان معانا دلوقتي 15 ماسوره دروبد و 322 ماسوره في المين سترينج. قلنا بعد كده يا باشا بول فروم ذا بيكتشرز بتاعت الرنه 16، واضح جدا ان التوب فيش بتاعنا 3.5 اي يو اي بادي فور تو جوينتس بيسايد ايتش اذر. فبنقول ذا بيست ديسيجن از تو ران ان هول بكام؟ ب 8 وربع اوفر شوت شورت كاتش وفول سترينث ويز 3.5 باسكت جرابلز تو كاتش وان اوف ذا تو جوينتس تو لاتش توب اوف فيش. خلاص؟ بنقول ده احسن قرار ناخده دلوقتي، ان انت ننزل بشورت كاتش ب 3.5 باسكت جرابل. فدي كانت الرنه الاولى، خد بالك اهو، نزلنا بشورت كاتش ب 3.5. خلاص؟ فما جابتش حاجه. ما جابتش حاجه، لكن كان في ماركس على الجرابلز انديكيتنج ان في اثنين جوينت ار تو، ادي اهو الجرابل اهي في ماركس عليها من بره كده، ماركس واسعه تيجي ومن بره اهو نفس الكلام اهو. فمعناته طبعا ما عرفتش تبلع في حاجه. طيب جربنا بعد الرن 17 ننزل نعمل ايه بقى؟ قلنا خلاص، طب هما الاثنين جنب بعض كده، يبقى الحل كده ايه؟ رجعنا كأنك من الصفر. This means that we are will start again from scratch. هنضطر ان احنا نعمل نفصلهم عن بعض، نصطاد سيلكتيف. سيلكتيف يعني واحد عن واحد، انقي واحد واصطاده واسيب الثاني، يعني اصطاد واحد وبعدين اصطاد الثاني. هتعمل الكلام ده ازاي؟ The best decision now is to run hole ب 8 و3 8 impression block، رنا كده to indicate the exact shape of and the dimensions، يعني عشان تعرف بالظبط قد ايه، وبعد كده تبقى تعمل سيلكتيف يعني زي ما قلنا. طيب النتائج اللي طلعت لك معاك ايه؟ سيمي اوفال شيب وذ ماكسيمم 3.5 دايمتر، يعني معنى كده اداك حاجه شبه المنظر ده، طبعا نفس الصوره القديمه اهي، اهي برضه نفس الشكل. طيب يبقى انا هنا عندي 3.5 اي اي بادي، فانا هنزل امسك فيها ايه في البادي ده، خلاص اداك المنظر ده، بس خد بالك بيديك ايه شكل كولر، يعني اهو السيمي اوفال، سيمي اوفال وذ ماكسيمم دايمتر 3.5 اللي هو كولر يعني، خلاص سيمي اوفال ماشي. فكولر هيبقى هنزل بايه؟ هنزل ب 4.5. فبقول اهو ذا بيست ديسيجن ناو ان انا اعمل سيلكتيف تشويس،
هنزل اصطاد واحد فيهم. فالسيلكتيف ده بقى بصطاده بايه؟ دايما بالتيبر تاب. يبقى سيلكتيف تشويس فور ذا دروبد سترينج تو فيش تو فينيش ذيس بروبلم. هعمله بايه زي ما قلنا؟ بالتيبر تاب. This can be done with 4 وثلاث تربع تيبر تاب with nozzle. المره دي هاخده بنوزل ليه؟ عشان لما امسك واشغل البامب اعرف ان انا اصطدت يعني. ما يبقاش زي المره اللي فاتت ما يبقاش نوزل يعني. خلاص؟ يوز بامب بيفور لاتش سترينج. Result of this run manage to latch string and pump pressure increase من 300 لحد 1000. حاولنا بقى نعمل ريتريف وشدنا لحد 60 كيلو باوند. خد بالك 60 كيلو باوند يبقى انا معنى كده ان انا ماسك في المين سترينج. ما هو 60 كيلو باوند يبقى انا ماسك المين سترينج دروب 15 كله على بعضه ما يجيبش 2 كيلو. خلاص؟ انما ده 60 كيلو يبقى انا ماسك في المين سترينج. خلاص؟ لكن شدينا وللاسف الشديد حصل انلاتش. حصل انلاتش. خلاص this high over pull means that the latch في موجود في المين سترينج. وقلنا وحاولنا بقى كتير قوي نعمل لاتش تاني ما نفعش. تبر تاب بتعمله لاتش زي ما قلنا بتدي له تورك حوالي 2000 ومع السلاك وبعدين تنزل ترشقه اكتر وبعدين تطلع بعد كده براحتك خالص. خلاص؟ طيب يبقى مين ترايلز تو لاتش بس ما قدرناش. طيب احنا بنفكر تاني. احنا بنحاول نفكر سيلكتيف يعني عايزين نصطاد واحد عن واحد. يبقى انا هصطاد هنا ايه؟ انترنال كاتش بقى مش اكسترنال كاتش. هل ده هخش انترنال بقى؟ خلاص جربنا مره بالتيبر تاب ما جابش نتيجه. فقلنا ايه؟ نجرب بقى بالايه؟ بالتاني ده اللي هو الايه؟ الروب سبير. مش الروب سبير اللي هو ال سوري اسف ال ايتكو سبير. هنزل بالايتكو سبير. خلاص يبقى السكند اوبشن ان انا انزل بايه؟ ايتكو سبير في جرابلز واشد براحتي. صح كده؟ يبقى ده سكند اوبشن ان انا انزل بايه؟ بالاثنين وربع ايتكو سبير واحط له الجرابلز بتاعتك اهو اثنين وربع ايتكو سبير. الجرابل بتاعتك بيبقى من اول 2.9 4.8 لحد 3 وشويه وطبعا وبامبر صب بعد كده واول جار وهكذا. فنزلنا بيه. اتوقعنا ان احنا نمسك. الحقيقه ان احنا نزلنا مسافه ما نزلنا مسافه ما طلعنا. نزلنا مفيش اي حاجه تراي تو لاتش دروب سترينج بات نو سكسس. عرفتش انا من اي سكسس. مش بس كده ده الادهى والامر ايه بقى؟ ان الجرابلز كمان وقعت. يا بول اوت اوف هول ويز ايتكو سبير تو سيرفيس فاوند ذا جرابلز لوست ان هول. لقينا الجرابلات وقعت في البير. ده الايتكو سبير بقى الجرابلات دي كده راكبه وعندك هنا الايه اللي هي اللي اسمه ده اللي اسمه ده اللي هو المندل بتاعك. لقينا حضرتك الجرابلات دي سايبه المندل. يبقى حضرتك ايه الجرابلات معنى كده ان الجرابلز دي لوست ان هول. فبقى السيتويشن معاك ايه دلوقتي بقى كده ركز معايا. بقى دلوقتي يا باشا معاك اتنين سترينج جنب بعض وفوقيهم جرابلات. هي دي المصيبه اهو. اتنين سترينج واقعين جنب بعض. خد بالك انت طبعا في تعديل بقى في الارقام دي. المفروض يعني دي دلوقتي بقت 17 بقت 15 ودي 322. وطبعا لقينا زي ما قلت لك اهو دي وقعت فوقيهم الجرابل دي. فالموقف بقى اسوأ. هتصطادهم ازاي؟ فكان لازم ننزل بروتريشون نطحنها ملهاش حل تاني. اهو فنزلنا على الطوب اوف فيش بتاعنا اهو التو جينز اهو بيقول اهو سوري اسف معلش في واحده كده تاني ماشي. فبقول له من الرنه دي احنا عندنا اتنين جوينت توجذر. فبنقول له ايه وفوقيهم ال ال اه دي كده. فهننزل نعمل ايه زي ما قلنا؟ هننزل نطحن الاول بروتري شو وبعد كده ننزل نعمل سيلكتيف تاني. قول ذا بيست ديسيجن هو تو از تو ميل ذا توب اوف فيش اند ريدريس ات تو جيت ريد اوف ذا ايتكوز بي عشان اتخلص من الايتكوز بي. طيب نزلنا بايه؟ اهو عندك 8.5 روتر شو وعليها ووش ويب اكستنشن وبعدين درايف سب بوت باسكت بامبر سب والحاجات دي ايه كلها. طيب النتائج اللي حصلت معانا هنا ايه؟ عادي خالص اشتغلنا على التوب اوف فيش بالبارامترز دي. سلاك اوف ويد من 1 ل 2 ار بي ام 60 ار بي ام فلو ريت 3 بارل بالمنت البامب معاك كان 200 التورك كان من 2000 ل 4000
يعني بنشتغل على خفيف يعني. وبلعنا لحد 21 قدم وطلعنا بولا وتفول، بلعنا 21 قدم. لكن لقينا هاد سيفير وورن اوت انسايد الروتري شو، ولقينا في ماركس انسايد الووش بايب اكستنشن انديكيتنج ان انت معاك اثنين جوينت اي يو اي تيوبنج بيسايد ايتش اذر برضه. وبعدين هاد بوت باسكت فيلد وذ ميتال كات، البوت باسكت كانت مليانه بالميتال كات. طيب فالحل معانا ايه بقى ساعتها؟ ها من الرنه اللي هي ال 21 دي، يبقى حضرتك هنا الطوب في وش معانا في اثنين جوينت، وبعد ما كلنا الجرابل احنا كده طحنا الجرابل وعدناه، باقي معانا ايه؟ اثنين جوينت. فبنقول ذا بيست ديسيجن هير بقى، الاحسن قرار ناخده دلوقتي ان احنا نعمل ايه؟ نعمل سيلكتيف سيلكشن، سيلكتيف لاتش ليهم الواحد من الاثنين سترينج دولت. ازاي؟ قلنا ساعتها يا باشا بقى انا ما قداميش حل غير ان انا انزل باوفر شوت صغيره في الحجم شويه، بدل ما انزل ب 8 وتقوم تقعد تبلعهم، لا هننزل باوفر شوت حجمها صغير وشورت كاتش، تمسك واحد فيهم واطلع بيه وخلاص. فقلنا اهو هنزل بخمسه وثلاث ارباع اوفر شوت على دريل بايب، وقلنا ان احنا نعمل لها دريس بايه؟ خمسه وثلاث ارباع، هننزلها بثلاثه وخمس اتمان. طب يقول لي ليه ثلاثه وخمس اتمان؟ هقول لك ما انا اخر مره لما كنت نازل بشورت كاتش جرابلز ثلاثه ونص ما جابتش نتيجه. لكن لما نزلت بقى بالثلاثه وخمس اتمان اكبر شويه في السايز، ايه اللي حصل معايا؟ يبقى يوزنج دريل بايب برضه عشان موضوع الار سي تي زي ما اتكلمنا، واستخدام دريل الكره فيها ليميتيشن مع الدايمتر، نقول ان الار سي تي اقصى حاجه تستخدمها عشان تقطع في الدريل بايب اللي هي ال 3.5 يو اي محتاج 2 انش او 3.1 و3 ارباع، وقلنا ان السايز ده مش متوفر كتير يعني. بنقول اهو ان الدايمتر بتاع ال 4.3 ارباع وال 4.3 ارباع اويل جار والبامبر سب والحاجات دي كلها بيبقى 2 انش، فبالتالي مش هينفع انزل جواه بالار سي تي دي. فعشان كده نزلنا بس بمواسير غير لا بامبر سب ولا غير اي حاجه خالص. خلاص؟ نزلنا ب 3 و5 اتمان باسكت جرابل باوفر شوت على باسكت جرابل على جنرال كنترول عادي خالص. ماشي يا شباب؟ طيب نتائج الرنه دي لاتش للمين سترنج معانا، ونزلنا بقى بالسليك لاين ورانا ان هو لحد 225 بالجيج كتر 225 لحد دبس 7000. نزلنا لحد دبس 7000 وبعدين لقينا بقى في اوبستراكشن حصل معانا. في حاجه وقفت معانا. فطلعنا قلنا نزلنا بالار سي تي 2 انش ونزلنا قطعنا من قلنا نقطع من عند 3500 ونطلع بكل الباقي ده، ويبقى عملنا ريكفري بقى لما نقطع عند 3500 ده يعني يبقى تحت، يعني تحت هيبقى تحت المين سترنج والدروبد سترنج مثلا بتاع 20 ماسوره، فانت هتبقى في الرايق خالص، هتبقى انت نظفت ضمنت ان انت لما تطلع بماسورتين جنب بعض تكون خدت معاك الدروبد تطلعه بره ومعاك جزء كبير من المين وتنزل بقى تفش على النظافه. صح كده؟ تمام. فقلنا نزلنا قطعنا من عند 3500 وطلعنا وجينا نطلع، للاسف الشديد الالكتريك لاين ار سي تي استقت، جينا نشد الكاب راحت مقطوعه، فاصبح البير بقى اسوأ مما تتخيل. تخيل معايا كده معاك ماسورتين جنب بعض، ماسورتين جنب بعض ومن جواهم فيه دروبد الكتريك لاين دروبد سترينج اللي هو عباره عن انكور وار سي تي ومش عارف مين، كل ده واقعين جوه. طب شفت انت بقى الموقف ايه؟ اسوأ ما تتخيل ازاي؟ فطلعنا بول اوت اوف هول ستاند، وبعدين لقينا الوزن نقص معانا للنورمال تاني. طلعنا ستاند في الوزن معانا كان سليم، وبعدين نزل معانا تاني. طيب حاولنا مره تانية راين هول، وحاولنا مره تانية مرات عديده، لكن للاسف ما نجحناش. لما طلعنا فوق لقينا معانا ايه؟ لقينا معانا خمسة قدم، هنا معانا ايه؟ خمسة قدم كات اوف جوينت. خلاص؟ اتس توب از ابست والبوتوم بتاعها عبارة عن تيوبنج واتر. طلعنا لقينا معانا خمسة قدم بس. طيب ادي الخمسة قدم. طب ما تيجي تبص معايا كده على الخمسة قدم، هتشوف حكمة ربنا هنا بقى، ان ربنا اراد البير ده ان هو يكمل. احنا خد بالك في كل وقت من الاوقات دي لما تبقى الدنيا عصلجت قوي كده وقفلت، يقول لك خلاص هنقفل البير، هتتصل بشركه الاسمنت تيجي تعمل بلاك وتمشي مش عارف مين. لكن ربنا رايد ان البير ده يكمل ورايد الخير، فعمل ايه بقى سبحانه وتعالى؟ يعني لما السترنج وقع جنب التاني خبط في الماسوره دي، خبطت الماسوره دي عوجتها طبقتها اهي، خليتها مطبقه خلاص. التطبيق ده بادي، ده الماسوره دي ده البادي بتاعها، البادي كام؟ 3.5.
التطبيقه دي خليتها 3 5 ستمات، خليتها تطبيقه صغيره بس بقت 3 5 ستمات، فنزلنا فمسكنا فيه، وده 3 و5 ستمات، 5 قدم دولت فرقت الاثنين سترنج عن بعض. احنا قلنا الاثنين سترنج عن بعض كانوا قد بعض بقى وزي بعض وفي نفس المكان اهو، اصطدنا واحده 5 قدم وطلعت اهي 5 قدم من حته، فاصبح في سترنج بعيد عن الثاني ب ان دروب سترنج هاز ابسيت اند اتوب شالور ذان ذا مين سترنج ب5 قدم. يبقى احنا كنا ماسكين في المين سترنج ب5 قدم، دلوقتي الدروب بقى فارق فوق بكام؟ بمقدار ال5 قدم. كده احنا ننزل ونصطاد عادي خالص الدروب بتاعنا، كده كده احنا عارفين ان الدروب بتاعنا كان 3 و5 8. فاحسن قرار ناخده هنا ايه؟ يبقى ران ان هول ب5 و7 8 اوفر شوت ب 3 و5 8 باسك جرابل، الرنه دي تو لاتش ذا ابسيت بتاع التوب اوف فيش اوف ذا دروب سترينج. نزلنا زي ما قلنا برده على مواسير فاضيه من غير اي حاجه، كانت شورت كاتش عاديه خالص. فالنتائج بقى بتاعتنا ايه؟ لاتش للدروب سترينج وابلاي على 20 اوفر بول، وبعدين الوزن نزل للنورمال بتاعنا، طلعنا للسيرفيس لقينا 2 جوينتس ريكفرد فروم ذا دروب سترينج، طلعنا ماسورتين من الدروب سترينج. فاصبح الدروب دي معانا كام؟ 13. اصبح معانا كام؟ 13 او 14 ماسوره يعني. ماشي؟ طيب طلعنا بالماسورتين، طبعا منظرهم اهو زي ما انت شايف كده حاجه مأساويه مأساويه. طيب من خلال بقى الرنه 23 احنا عارفين كده ان المين سترينج دلوقتي هاز تيوبنج بادي اند شالور ذان ذا دروب سترينج بكام؟ بماسوره وكات اوف جوينت. ما احنا خدنا كات اوف جوينت كام؟ 5 قدم، فباقي 25 قدم وفي ماسوره كامله كمان احنا فرقنا عنه باثنين من الاثنين التانيين. فانا هنزل امسك فين؟ في الكات اوف جوينت. الكات اوف جوينت دي بتاعتي دي كام؟ ده 3.5 تيوبنج بادي عاديه خالص اهو، فانا هنزل امسك فيها بقى عادي خالص. فنزلنا ذا بيست ديسيجن قلنا اهو انزل بايه؟ 3 5 و3 ارباع اوفر شوت لونج كاتش على اوفر سايز جايد عشان لو هي مايله يمين ولا شمال يجيبها، مع 3.5 باسكت جرابل. ليه 3.5 باسكت جرابل؟ زي ما قلنا عشان انا عندي فوق كات اوف جوينت اهي وديت بادي تيوبنج بتاعها. نزلنا عشان نعمل لاتش في المين سترنج، ادي البي اتش اي بتاعنا اهو نفس الكلام خالص، نزلنا باوفر شوت لونج كاتش، نزلنا ب 3.5 جرابل مع 3.5 تتمان ميل كنترول. ليه الكلام ده يا جماعه؟ علشان برضو لو في اي حاجه رايش ولا حاجه ياكلها عشان ننضفها قبل ما تنزل بالباسك جرابل ديت يعني. فالنتائج بقى اللي طلعت معانا، عملنا لاتش في المين سترينج، طلعنا للسيرفيس ريتريفد. تخيل بقى كرم ربنا بقى، احنا دلوقتي كنا قلنا ان انت باقي لك حوالي 13 ماسوره من الدروبد، وربما نكون غلطانين في الحساب. فطلعنا احنا بقى بكام؟ طلعنا ب 19 ماسوره ونص من المين سترينج و 12 ماسوره من الدروبد سترينج. طلعنا بكام؟ بال 12 كلهم خلاص كده ما عادش في دروبد تاني بقى. طلعنا بكل الدروبد خلاص. ماشي؟ وطلعنا كمان ب 19 ونص جوينت منين؟ من الفيش دي من المين سترينج بتاعنا. يعني تيجي تحسب ال 19 ونص ده تلاقي نفسك عند مكان القطعه بتاعت الار سي تي اللي وقعت الالكتريك لاين اللي موجود عندك خلاص. فاوند اند اوف ذا فيش سترينج لانها عباره عن ايه؟ 15 قدم بتاعت الار سي تي كات اوف جوينت وذ جود شيب شكلها حلو. وفاوند اند اوف دروب سترينج كانت عباره عن 28 كات اوف جوينت بيفور بين سايد ابسيت، ولقينا البوتن بتاعنا ايه؟ جوينت كراك طبعا ودامج طبعا، هتلاقي الصور ايه بشعه خالص. طبعا ده كنا ايه المره دي بقى ده ليفل تاني، كنا قبل كده بنطلع بماسورتين، المره دي بنطلع بثلاثه. ده ليفل تاني بقى، نطلع بثلاث مواسير جنب بعض. يعني عجب. خلاص؟ نفس الكلام كولر بيبقى راكب على كولر زي ما انت شايف كده، بتسحب واحده بالاليفيتور وتقتل على الثانيه بال ال ال بال باللي هي اسمها ايه؟ بال سوري اسف بالباور سليبس، وتقتل بقى بالحزام وتطلع بالهورس وهكذا لحد ما تطلع. طبعا ومعاك كولرات اهي، الدنيا متدغدغه خالص، وضع لا مأساوي. ودي الصوره بتاعت القطعه بتاعت المين سترنج دلوقتي، شكلها عامل ازاي يا فندم؟ 3.5 اي او اي تيوبنج بادي. خلاص يا جماعه الموضوع بسيط خالص اهو، طلعنا بكل دروبد، نجحنا. مش مصدقين؟ اه نجحنا، تخيل. اه طب بعد ما طلعنا بدي بقى ايه الموضوع؟ ايه الحل؟ نعمل ايه؟ احنا خد بالك احنا عمالين نطلع اهو، طلعنا ب 13 او ب 12 19.5 خلاص. فمعانا دلوقتي ننزل على 3.5
يوتيوبنج باضي عاديه خالص. بس انا طبعا عندي هيبقى في جانك كتير ايه موجود في البير بقى، مش مشكله، بس احاول اطلع باي حاجه. عندها وطبعا دي شكل الماسوره بتاعت الدروب كانت بالمنظر ده في الاخر خالص، ولكن المين كانت اللي قبلها، ده المين. فانا عندي المين من تحت هو نفس الشكل ده تماما، فهنزل بايه؟ هنزل عادي بقى نفس الرنه اللي فاتت دي تماما، مفيش اي مشكله. يبقى اهو ناو ذا توب اوف فيش عباره عن ايه؟ مين سترنج 3.5 كات اوف جوينت بتاعتنا عاديه خالص بتيوبنج بادي، انزل جواها احسن قرار، انزل ب 5 3/4 اوفر شوت لونج كاتش عادي على اوفر سايز جايد، برضو يمكن يكون في مشكله ولا حاجه واحنا ناسيين ماسوره ولا بتاع، مع 3.5 باسكت جراب العاديه، وعملنا لاتش في السترنج بتاعنا اهو عادي جدا نفس الرنه اللي فاتت تماما. لاتش في المين سترنج وطلعنا لسيرفيس ريتريفد كات جوينت وواحد جوينت، يعني عملنا لاتش وجينا نشد كده لفوق جينا طالعين بالكات اوف جوينت وبماسوره فيها دامج ثريد. فايه يا فندم؟ دامج ثريد اهو، ده شكل الماسوره طلعنا بدي، وادي الدامج ثريد بتاعها. يبقى انت حضرتك معاك ايه في المين سترنج تحت بقى؟ معاك كولر صح كده؟ معاك كولر، كولر 4.5 اه طبعا ده المين دامج ثريد ده. يبقى الرنة اللي بعد كده من الرنة ال 25 لقينا الطوب فيش ان هو دلوقتي عباره عن ايه 3.5 اي اي كولر، يبقى انا هنزل بباسكت جرابل 4.5 على طول فش قولها. يبقى احسن قرار انزل بايه؟ 8 وربع اوفر شوت شورت كاتش دريسد ب 4.5 باسكت جرابل اهو تو لاتش ذا مين سترنج، ونزلنا بالسترنج ده كله وجينا نازلين جواها بقى عملنا لاتش السترنج، نزلنا بسليك لاين هنقول ب 1.8 انش جيج كتر لحد دبس 3000 قدم، يعني لحد دبس اللي احنا تحت شويه. يعني حضرتك باختصار شديد انا لما نزلت عند الدبس ده نزلت بالسايز القليل ده عشان انا معايا بامبر صب والجار والكلام ده كله، نزلنا بقى ب 1.75 ار سي تي، ولكن كان في اوبستراكشن عند الطب بتاع الدرك كله. يا سبحان الله، كل ما تيجي تحلها تتعقد معاك. فجينا طالعين فوق وشيكنا على حاجه، وهنا بقى في الفطمه بقى انك تبقى ايه تتابع كل حاجه وتقيس كل حاجه تاني، فتيأس اياك تيأس خلاص اياك تيأس الموضوع ده. هو تشيك اول ذا دايمتر بتاع الار سي تي بي اتش اي، لقينا بقى ايه فيه الرابر سنترلايزر بقى موجود تحت في البوتوم بتاع الاوتر دايمتر بتاعه 2.3، فده بقى 2.3 وعندك الدريل كولر 2 انش فما بيعدهوش لانها 2.3، يعني لما يجي يضغط على بعضه كده هو نازل بيضغط على بعضه اقل حاجه خالص بيبقى 2.3، فطبعا بيستك عادي. فكان الحل ايه؟ طلعنا وغيرناه الرابر سنترلايزر ده بباو سنترلايزر، ونزلنا رانن هول تاني وقطعنا السترنج بتاعنا عند 2500 قدم، يعني طبعا احنا نزلنا 3000 فقطعنا حوالي 5 قدم تحت التوب اوف فيش وطلعنا بيهم عشان نتاكد بس من الدنيا تمام. طلعنا ب 15 ماسوره والكات اوف جوينت بتاعنا كان في شكل جود شيب بالار سي تي بتاعتنا، كان الكات شيب بتاعتها شكلها حلو. وهنا بقى انا عن نفسي كنت باخد ريسك، يعني الراجل يقول لي مثلا هتحط 10% بس اوفر بول على المين سترينج، انا كنت بحط 30 و40%. اول ما بقطع المواسير بلاقي الباك اوف بتاع الار سي تي بيتهز كده جامد، يعني بقى بعرف ان انا قطعت يعني مش عايز ادي فرصه للغلط، ما عادش في اخطاء ترتكب اصلا في البير بقى، البير مليان جانك والدنيا بايظه. فخلاص طلعنا ب 15 ماسوره من المين سترنج، طبعا احنا قلنا كنا قبل كده طالعين ب 20 وكات اوف جوينت مع كده يبقى طلعنا قبل كده ب 21، يبقى انت عندك 321 300 كان قبل كده 321 وخدنا ال 21 اللي طلعوا يبقى معاك 300 في البير 100. ال 300 دول طلعنا منهم ب 15 زائد كات اوف جوينت فاصبح معاك 285 والكات اوف جوينت بتاعتك يعني او 284 كات اوف جوينت بتاعتك. ادي اهو اللي بحكي عليها اهو، ادي الرابر بتاعنا اهو، الرابر ده اهو عشان يسنتر الايه بتاع الار سي تي وهو نازل. مشكله الرابر ده ان هو بينضغط وهو نازل ماشي، بس وانس ان هو انضغط في حته الشفه ده اهي ما بتخليش الرابر يعدي، فبالتالي يقف على التوب على بتاع الدريل كولر وتبقى مشكله ما بيعرفش يعدي. فغيرناه اهو لما خلصناه غيرناه بواحد تاني فعدى وكانت الدنيا زي الفل، ونزلنا قطعنا وادي شكل القطعيه تاني اهي جميله جدا. فنزلنا بقى بعد كده بنفس الرنه تاني، يبقى ان التوب فيش دلوقتي نفس الكلام 3.5 يوتيوبن كات اوف جوينت بادي على المين سترنج بتاعنا. كان ذا بيست ديسيجن هير از اللي هو 8 وتوم اوفر شوت بتاعنا اللي هو لونج كاتش وفول سترينث طبعا
فول سيلف دريسد ويز 3 ونص باسكت، نفس الرنه تماما تماما. ونزلنا بعدها باللاتش السترنج بتاعنا، ونزلنا باتنين وربع جيج كتر لحد ما حصل لنا اوبستراكشن عن 970. زين دروب، وبعدين حضرتك دروب الكتريك لاين تول فروم بيفور. يعني حضرتك دلوقتي احنا لما اشتغلنا على البير، طبعا خد بالك قبل ما نطلع بنقعد نضرب جرات ونقعد مش عارف مين والكلام ده كله، فلما ضربنا الجرات قبل كده كان وقعت خد بالك احنا قلنا ان احنا لما جينا نطلع بالالكتريك لاين لقينا ما لقيناهوش، يعني هو وقع تحت، وقع عند دبس معين لما ضربنا جرات وقعوا لحد دبس 970 يعني، فكان واقف عند 970 مع ضربه الجر وبتاع وقف هنا. فخلاص نزلنا بالكيج كتر لحد الدبس ده، نزلنا لحد 900 قطعنا ب 2 انش ار سي تي، طلعنا الريكفري ده كله اللي هو 218 جوينت، وكات اوف جوينت برده شكلها حلو نفس الكلام. وبالتالي وعرفنا بقى ان البي اتش ال دلوقتي ستاك كمان في التوب اوف لاينر بتاعنا. ادي شكل القطعيه اهي ممتازه. فكان السترنج بتاعنا بالمنظر ده يا جماعه اول ما دخلنا على البير. ثم حصل الموقف السخيف ده، ثم احنا الان في الموقف ده البي اتش ال راشق في التوب اوف لاينر عشان في جونج كتير قوي واقع في البير. في نفس الوقت احنا اصبحنا حوالي مسافه 67 قدم فوق التوب اوف لاينر، وحضرتك واقع معانا الالكتريك لاين هنا بالظبط جواها. فنزلنا كان الحل هنا ان انا عايز اوقع الالكتريك لاين ده باي شكل، فهنزل بسوبر جار واضرب على اخري واحاول اصطاد. انا ساعتها كان المفروض انزل احاول اصطاد بقى اطلعه من التوب اوف لاينر من هنا، يعني هو راشق في التوب اوف لاينر، اضرب بالسوبر جار يمكن يطلع معايا ضربته اقوى يعني، واخد بالك انت؟ فلو ما نفعش خلاص الله غالب ننزل نقطع بقى. فالرنه دي كانت توب اوف فيش بتاعنا اهو، نزلنا عملنا كات اوف جوينت في نفس الرنه تاني 8 وتمن على 3 ونص باسكت جرابل، نفس الرنه تماما مفيش اي تغيير. نزلنا طبعا لونج كاتش زي ما قلنا دريز ب 3 ونص جنرال كنترول و 3 ونص باسكت جرابل وبومبر سب واويل جار 6 وربع. الاويل جار 6 وربع ده ضربته قويه جدا عامل زي السوبر جار كده يعني، ودريل كولورات ودريل باي وهكذا. عملنا البي اتش اي بقى دريفت ليها للحاجات دي كلها اهو ب 21 جيج كتر، والباك اوف باك اوف از يوزد تو سيركوليت ذا اوبستراكشن انسايد ذا سترينج. احنا طبعا واخدين الجنرال كنترول حطينا فيها باك اوف عشان نسيركل لو في اي حاجه تقع من على طول في الشبكه كده. نزلنا عملنا لاتش بسهوله جدا في السترينج، حاولنا نضرب جارنج داون تو جيت فري، مفيش جارنج اب برده بالماكسيمم تريب لود، مفيش لا ده ولا ده نافع. فكان القرار ان انا هنزل بالار سي تي، نزلت بجيج كتر وبعد لحد ما نزلت تحت الايه البي اتش ال بكر خلاص، وبعد كده نزلنا بار سي تي لحد نازلين بالار سي تي عادي بقى خلاص هنقطع، لقينا في معانا اوبستراكشن تاني عند 7200. يا سبحان الله كل شويه اوبستراكشن، بس في نقطه بقى الاوبستراكشن المره دي جوه الدريل بايب. ما انا دلوقتي كنت قاطع عند 9000، فمعنى كده ان انا بنزل اعوضهم بدريل بايب، فمعنى كده ان الاوبستراكشن ده جوه الدريل بايب. ده بقى غالبا بيبقى سكيل مواسيرك منها كونديشن بي مثلا، او المواسير يا رب بتبقى مش جديده يعني، مواسير مش بريميوم كلاس 2 ولا حاجه، فبتلاقي فيها سكيل فاعرف من القرف ده، فعمل مشاكل معانا يعني. فنزلنا رانت ار سي تي وعملت اوبستراكشن هنا، طلعنا وشيكنا واللي حسبناه لقينا لقينا السنترلايزر بتاعنا مليان بالرست، فمليان بالرست يعني بالبراده والقرف ده كله. عملنا فلاش للتيوبن كاباستي، ضخينا قبلها 10 برميل كده هاي فيس، وبعدين فلاش للتيوبن كاباستي، ونزلنا تاني بالاثنين ار سي تي لحد فوق البي اتش ال بكر بخمسه قدم، وقطعنا فوقيها بخمسه قدم، والنتيجه بتاعتها طلعنا بال 67 جوينت بتاعتنا. ادي صور الراست اهي، داخل هنا طبعا استك في السنترلايزر ما خلاهوش، ادي صور ثانيه ما خلاهوش يفتح، وبالتالي استك ما عرفش ينزل اهو. ده شكل الراست اهو بيبقى طالع من المواسير بالمنظر ده. فلما عملنا الموضوع ده الحمد لله فكت، فنقول ده كان المين سترنج بتاعنا، ده سوري اسف ده كان السترنج بتاعنا. بعد كده لما وقع بقى بالمنظر ده، بعد كده في الحاله اللي احنا اشتغلنا عليها دلوقتي، ثم اخيرا لما بقى ضربنا وعدينا تحت البي اتش اللي بكر، فمعناته ان الالكتريك لاين وقع تحت هنا على التوب فيش اللي موجوده هنا، واصبح المنظر ده هو المنظر الحالي. فانا هنزل اعمل ايه بقى؟ ما عرفتش اصطاد، هنزل عشان في جنك كتير حواليه، يبقى انزل اعمل ايه؟ اعمل له ميلينج وازقه بقى لحد ما ارميه في الرات هول وارتاح منه.
وخلص البير بتاعنا بقى ونضف. فكان الحل هنا ايه؟ رنة 28 ان انا انزل. طبعا انت بقى التوب فيش بتاعنا 3.5 اي اي كوتر جوينت، البادي بتاعها 5 انش على الابوف ال 7 انش بي اتش ال بكر. احسن قرار اخده ان انا انزل ب 6 انش روتري شو واعمل ميلنج للبي اتش ال بكر وارميه في الريت هول تحت، اعمل له دروب والحمد لله نجحنا. اول روتري شو اثنين ووش باب اكستنشن بوت باسكت ونزلناه، طبعا معانا سوبر جير عشان لو حصل اي حاجه يبقى سهل في الضرب يعني. رانين هول لحد ما تيجنا على توب فيش ب 150 قدم بلو توب اوف لاينر، وبعدين تمنا شغالين على التوب فيش بالبارامترز بقى بتاعتنا اللي هي شغالين عليها روتيشن وهكذا وهكذا. وبعدين في الاخر خالص لانها بقى وقعت معانا الحمد لله، لانها بقى نعمل جيركنج 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 كده لحد ما دفناها تحت خالص. جيت تو ماتش ميتر جانك طبعا في من البير، طلعنا جانك كتير قوي في البوت باسكت، رنينا يعني كذا حاجه. وبعدين دروبد البي اتش ال باس بي اتش ال بكر، ما عرفناش ننزله عن عن البرفات اكتر من ان احنا نكشف البرفات ب 19 قدم بس، يعني احنا كشفنا البرفات فقط من 19 قدم خلاص. وبعدين بقى بعد كده نزلنا عملنا ريكومبليشن للبير ونجحنا ان احنا نستعيد البير تاني. طيب احنا لما نجحنا ان احنا نستعيد البير، هو دلوقتي الكابيتال كوست بتاعنا اهو ده شكل البير حاليا اهو بالمنظر ده كده، نزلنا البي اتش ال بكر لحد هنا عند البرفات تحت خلاص، فبقى البير فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه. ونزلنا عملنا جوب سكرابر عند توب اوف لاينر كده ونضفنا الدنيا كلها واخد بالك انت، وعملنا بولش ميل وظبطنا الدنيا خالص، عملنا جوب تاندم سكرابر وبعدين بولش ميل ظبطناه. ثم بعد كده بقى نزلنا بالكومبليشن بتاع الغاز بتاعنا وبدانا ننتج منه والبير بقى تمام جدا وحاجه زي الفل. طيب احنا لما استعدنا البير ايه بقى اللي عملناه؟ اولا احنا استعدنا البير في حاجات. انا دلوقتي يا جماعه البير ده كان اتكتب شهاده وفاته، كان في فتره من فترات قال لك بي اند ايه، يعني لا هتستفيد منه دلوقتي ولا بعدين. انما لما عملنا كده كان ربنا سبحانه وتعالى لما عملنا كده كان ليه حكمه، وهي ايه بقى؟ ان انا استرد البير اللي انا صارف عليه 15 مليون دولار عشان احفره. مش بس كده، انا لما عملت الكومبليشن الاولاني ده كلفني مليون دولار، وبعدين اشتغلت عليه 60 يوم 3 4 مليون دولار، كل المصاريف دي وفي الاخر اقفله واخسر انتاج الطبقات دي بعد كده كمان، ما اعرفش اعوض اللي صرفته ده كله. فبفضل الله سبحانه وتعالى احنا استعدنا الكلام ده، والبير كمان لما اتعمل له جوب اسيد بقى اصبح بينتج احسن من الاول كمان. وبالتالي نختم بقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الناس فعلا بعد ما كانت يأست تماما ربنا اعطانا الامل واعطانا الفكر ان احنا نقدر نوصل للمرحله دي ونقدر نوصل نحل كريتيكال فيري كريتيكال سيتويشن ما اظنش كتير جدا من الناس يمروا بيه في العالم. انا كنت من الناس المحظوظه ان انا اشتغلت على البير ده وتعلمت فيه كتير جدا، اتعلمت حاجات ربما ما اتعلمهاش في حياتي بعد كده. اشكركم جدا جدا يا جماعه، حابب اشكركم جدا على الدرس الممتع ده، تحياتي ليكم ويا رب ما اكونش تقيل عليكم ولا حاجه. اشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.